الهام الحصري قبل لقاء الاهلي والزمالك القادم، ولقاء النهارده بين فريقي الاهلي والبلاستيك، وبننقله لحضراتكم من استاد مختار التتش استاد العظماء بالقاهره وتحديدا بالجزيره، فنتمنى ان نستمتع معا بمباراه مثيره ممتعه ان شاء الله. لو اتكلمنا عن الاهلي بيحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطه من 15 مباراه، خلف الاسماعيلي برصيد 37 نقطه من 16 مباراه، وله لقاء مؤجل النادي الاهلي مع المقاولين هيلعبوا في مارس القادم بعد بدايه الدور الثاني. في 11 مباراة من 15 مباراة وتعادل في 3 مباريات الأهلي وخسر مباراة، له 33 هدف وعليه 10 أهداف، لخلف النادي الأهلي أيضا النادي المصري البورسعيدي اللي هيلعب السوبر مع النادي الأهلي بعد مباراة الأهلي والزمالك يوم 8 الأهلي والزمالك، ويوم 12 بالإمارات مباراة السوبر بين الأهلي والمصري. هقول لحضراتكم تشكيل الفريقين. البلاستيك أيضا بنرحب به في استاد التتش بالقسم الثالث، أحد الأندية بالقسم الثالث اللي كانت بالدوري الممتاز بالسبعينات وبداية الثمانينات، نتمنى له العودة الحميدة إن شاء الله للدوري الممتاز. الأهلي بيمثله حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم، خط الظهر من اليمين للشمال باسم علي رقم 26، محمد هاني 30، محمد عبد المنعم 37، حسين السيد ناحية الشمال رقم 7، وسط الملعب مؤمن زكريا رقم 8، عمرو بركات رقم 15، كريم نيدفيد 35، ميدو جابر 27، جونيور اجاييه رقم 28، مروان محسن في لقاء النهارده، بيبدا لقاء النهارده نتمنى له التوفيق والعوده الحميده رقم 18. اما البلاستيك بيمثله حراس المرمى بالزي الازرق على يمنا عبد الفتاح حسن، خط الظهر من اليمين للشمال محمد عاطف، مصطفى علي، السيد ماجد ناحيه الشمال محمد عيد، وسط الملعب محمود ربيع، محمد حمدي، وشادي شحته، ورضا بخيت، واثنين مهاجمين عبد الرحمن محمد او محمدين وحسام مرسي. بيحكم لقاء النهارده حكامنا طارق مجدي واشرف متولي وشريف عبد الله، نتمنى لهم اليوم التوفيق ان شاء الله. بدايه واحداث الشوط الاول في هذا اللقاء في استاد العظماء استاد النادي الاهلي نادي القرن، نتمنى التوفيق بمشاهده ممتعه ان شاء الله. على طول على يمنا فريق البلاستيك بالزي الازرق زي ما قلت لحضراتكم، استلاب على طول لشادي شحته ناحيه اليمين في وسط الملعب ناحيه اليمين، ومحاولات الضغط في وسط الملعب جونيور اجاييه على طول لمروان لعمرو بركات احد الاوراق الرابحه اللي ابتدى يعني بيتكلم عليها حسام البدري جيدا بعد المباريات الماضيه اللي لعبها في، نتمنى له التوفيق. حسين السيد نادي البلاستيك بيفكرنا بايام زمان لما بيلعب، كان في السبعينات والثمانينات كان بيرجع في نص ملعبه وكان بيجيد الطريقه الدفاعيه وكان عنده لعيبه مميزين. هذا الانطلاق على طول مره ثانيه مؤمن زكريا، ولكن ضربه ركنيه البدايه الهجوميه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، خلاص بان تماما لينا ان مؤمن زكريا المهاجم الخطير لاعب الوسط اللي بيلعب ناحيه اليمين النهارده في لقاء بالنسبه له استمرارية الأداء الكويس، استمرارية الناحية الفنية العالية اللي كان أحرز هدف جميل في مباراة أتلتيكو العيد اللي عاشه جماهير النادي الأهلي. هذا على طول حسين السعد والعرضية الخطيرة، وبترجع مرة ثانية محاولات التسديد على المرمى، ولكن تكاتف وكثافة عددية لفريق البلاستيك، وبترجع مرة ثانية على طول للنادي الأهلي. السلام على طول لحارس المرمى على شمالنا أحمد عادل عبد المنعم، يستلم من محمد عبد المنعم الليبرو النهارده، يسلم لكريم نيدفيد في نص الملعب هو محور الارتكاز النهارده مع عمرو بركات، على يمينهم محمد هاني، محمد هاني يسلم على طول لكريم نيدفيد، يميل لناحيه الشمال لمحمد عبد المنعم، يغير اتجاه اللعب على طول لاجاييه، عادي اجاييه اللي بيلعب في وسط الملعب ناحيه الشمال، عمرو بركات وكل لاعيب البلاستيك في نص ملعبهم بيلعب بالطريقه الدفاعيه بتاعه زمان، ولكن طبعا عارف امكانيات النادي الاهلي الهجوميه وطموحات لاعبته. على طول محمد هاني يسلم على طول كريم نيدفيد في نص الملعب لحسين السيد، حسين الظهير الايسر لاجاييه مره ثانيه، يرجع للخلف على طول، كل ده تحضير في وسط الملعب للبحث عن ثغره للاختراق سواء من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، وتدوير الكوره زي الطريقه الهولنديه والطريقه البرشلونيه. وادي الاستلام على طول مره ثانيه محمد هاني، محمد الاماميه الطويله والاختراق على طول لناحيه اليمين، وادي الهجمه الباسم والعرضيه الناحيه العكسيه، واجاييه مش شايف من الشمس، ولكن ترجع مره ثانيه على طول حسين السيد هيلعب العرضيه في منطقه الخطوره، ولكن بيطلع على طول مصطفى علي. ادي الاستلام في وسط الملعب لفريق البلاستيك، الاماميه الطويله ناحيه اليمين، ولكن يرد على طول حسين،
لاحمد عادل عبد المنعم. احمد تمن ياتي طبعا لشريف وايضا لمحمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم حراس النادي الاهلي في النادي الاهلي. استلام على طول مره ثانيه كريم نيدفيد، محاولات لبدايه الهجمه مره ثانيه من تحت لفوق على طول لحسين السيد ناحيه الشمال. حسين اجاي على شماله يدور على حد فاضي، كثافه يعني دفاعيه لفريق البلاستيك، بيفكرنا زي ما قلت لحضراتكم بالزمن الجميل، وكان عنده لعيبه مميزه جدا. لما تتاح لينا الفرصه هنقول لحضراتكم طبعا المجموعه والنجوم اللي تعاقبوا على مر التاريخ لفريق البلاستيك. طبعا عنده مباراه مهمه جدا على فكره السبت القادم مع اسكو، هو ديربي شبرا اسكو والبلاستيك في الدوري القسم الثالث. عادل استلام على طول مره ثانيه باسم، الظهير الايمن المتقدم باسم يلعبها بشماله حلوه ومره ثانيه وفي منتهى الخطوره، ولكن ترجع مره ثانيه بجوار القائم الايسر. ادي عمرو بركات اللي بيراهن عليه حسام البدري في المباريات القادمه، وابتدى يتكلم عليه كويس، وابتدى الراجل يعمل تواجد ليه وتواجد فني وتواجد لاضافه في وسط الملعب للنادي الاهلي. ادي التسديده الحلوه بجوار القائم الايسر، ادي عمرو بركات واحد الاوراق الرابحه للنادي الاهلي. منافسه شريفه بين لاعبي النادي الاهلي في اكتر من النهارده، لو اتكلمت لحضراتكم هقول للبدلاء رمضان مصطفى واسلام محارب وصبري رحيل وصالح جمعه وباقة الجنوب افريقي وايضا احمد رمضان واحمد ياسر ريان ومحمد المغربي وصالح نصر وصلاح يحيى واحمد اشرف وعرابي بدر وفادي فريد ومصطفى صبحي، كل دول بدلاء النادي الاهلي. بيحاول ان طبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي البحث عن ناشئين ليمثلوا النادي الاهلي في المباريات القادمه والمنافسه الشريفه بينهم وبين المحترفين. عادل اسلام على طول مره ثانيه لفريق البلاستيك، ترجع على طول في وسط الملعب، الضغط على طول من اسلام لناحيه اليمين لمؤمن، مؤمن هيلعب العرضيه لمين؟ الناحيه العكسيه في منتهى الخطوره، ولكن بترجع لحارس المرمى بمنتهى الهدوء عبد الفتاح حسن. ادي عبد الفتاح، توجيهات مستمره طبعا من المدير الفني لفريق البلاستيك وضغطك متقدم للنادي الاهلي. كابتن تامر عبد الخالق هو المدير الفني لفريق البلاستيك، وبيعاونه الكابتن حسين صابر مدرب عام، والكابتن احمد البدري مدرب، كابتن علي شمس احمال، والكابتن محمد فوزي حراس، والكابتن مسعد مجاهد ووليد سعيد ومحمد عليل ورومل عزيز علاج طبيعي، هم دول الجهاز الفني والطبي والاداري لفريق البلاستيك. في نص الملعب التعادل السلبي بدون اهداف، فات من الوقت حوالي 5 دقائق من زمن واحداث الشوط الاول والمباراه اللي هي بتقام بدون جماهير حتى المباريات الوديه، ولكن نتمنى ان شاء الله العوده لجماهيرنا الملتزمه الجميله اللي كانت بتفكرنا بالزمن الجميل ان شاء الله. عاد الاستلام على طول الجميل من حسين السيد الزير الايسر يعدي بنص الملعب، حسين يدور على حد فاضي هيميل على طول على اجاي ناحيه الشمال، يدور على حد فاضي وسط الكثافه العدديه لفريق بلاسك البنيه الجميله، مره ثانيه في منتهى الخطوره اول اهداف اللقاء على طول اسلام محارب وميدو جابر، هو ميدو جابر وهدف التقدم على طول لميدو جابر بانطلاقه جميله وبينيه جميله لكريم نيدفيد وعلى طول ميدو جابر. أول أهداف اللقاء في أول 7 دقائق من زمن وأحداث الشوط الأول، أدي البينية الجميلة من نيدفيد، وأدي الخطأ على طول من المدافع وبتصل على طول من ميدو جابر وبيحطها على يمين حارس المرمى عبد الفتاح حسن، مفتتح أول أهداف النادي الأهلي ميدو جابر. ميدو جابر أدي بنشوفه في العادة مرة ثانية، اتعملت حلوة والبينية الجميلة والخطأ الدفاعي بيكلفه على طول هدف في مرماه للنادي الاهلي في اول 7 دقائق من زمن واحداث الشوط الاول. عادل الانطلاقه من ناحيه اليمين وحسين السيد في التوقيت المناسب فرمله كده وبيطلعها وضربه ركنيه لصالح البلاستيك من ناحيه اليمين. ميدو جابر في اول 7 دقائق والضربه الركنيه، عادي بنشوف العاده مره ثانيه، وادي على طول حسين السيد، خبره كبيره ورشاقة لحسين السيد وتوقيت مناسب جدا في داخل منطقة الجزاء. انتوا عارفين المدافع بيبقى يعني بيحاول ان هو ما يعملش ركلة جزاء ولعب على مبدأ الصحيح والتوقيت المناسب. حسين السيد والعرضية الخطيرة وضربة رأس مش ممكن، ادي ضربة رأس نقدر نقول ان هي هدف ضايع لرقم 27 من فريق البلاستيك. اخطر الكرات لحسام مرسي،
مره ثانيه محاولات، شفنا طبعا جريزمان وحسين السيد، وطلب جريزمان ان هو يغير او تبادل التيشيرتات مع بعض، هي طبعا اعجاب متبادل بين اللاعبين. وطبعا ادي الانطلاقه مره ثانيه من ناحيه اليمين لباسم، لم باسم ولكن ترجع مره ثانيه، شفنا العيد الجميل وطبعا في السلام، ونتمنى السلام ان شاء الله للأمة العربية والإسلامية وأفريقيا والعالم أجمعين إن شاء الله. ومباراة السلام اللي شفناها كانت تحية وإجلال للنادي الأهلي والقائمين عليه ومجلس الإدارة الجديد، طبعا برئاسة نجمنا المحبوب كابتن محمود الخطيب، والمجلس إن شاء الله هيتحفنا بحاجات جميلة، والبرنامج ابتدى على طول يتكلم عليه. وفعلا الكابتن محمود زي ما يعني شرح البرنامج بتاعه قبل الانتخابات، عاد مرة تانية بمفاجأة كبيرة جدا وشراكة استراتيجية بين الأهلي أو بين الكرة المصرية، بين الأهلي وبين الإمارات وبين السعودية، في طبعا استاد جديد للنادي الأهلي هيقعد من أفضل الاستادات، 10 استادات للعالم إن شاء الله. عاد الاستلام على طول مرة تانية، مروان محسن، مروان بعد عودة حميدة إن شاء الله من الإصابة، فترة طويلة جدا للعلاج. عاد الاستلام على طول من النادي الأهلي لهاني، محمد هاني يدور لحد فاضي، محمد، هدوء لفريق البلاستيك، عايز يبادل الاهلي الهجمات، عارف طبعا الكابتن تامر امكانيات النادي الاهلي، لو فتحت الجيم مع النادي الاهلي هيبقى في كلام تاني، ولكن العقل بيقول انك انت لعيبتك طبعا بتلعب قدام النادي الاهلي، يعني في نوع من الخوف شويه والرهبه، ومحاوله اعاده الاتزان بعد هدف التقدم على طول الاحرازه النادي الاهلي في الدقيقه 7 عن طريق ميدو جابر. استلام على طول محمد عبد المنعم لكريم نيدفيد، واخد قلب خط الوسط، كريم لأجاي لما عمر بركات او عمرو بركات، عمرو بركات يدور لحد فاضي، يرجع مره ثانيه، تحضير بهدوء للنادي الاهلي، محمد هاني يدور على ثغره من ناحيه اليمين، ولكن تكتل دفاعي وانضباط دفاعي حتى الان، ولكن خدوا بالكم الانضباط الدفاعي لما يطول هيبقى فيه اخطاء زي الهدف الاولاني اللي حصل من ميدو جابر. هذا الاستلام على طول مره ثانيه لكريم نيدفيد، كريم هيميل على حسين السيد كالمعتاد، بيحاول يخلق طبعا جبهات النادي الاهلي عن طريق ناحيه اليمين لمؤمن زكريا ومحمد هاني، او عن طريق ناحيه الشمال لحسين السيد واجاي، وادي الاماميه الطويله ولكن بتغير الاتجاه، ورمي تماس للنادي الاهلي. رمي تماس هيلعبها على طول باسم علي الظهير الايمن للنادي الاهلي، استلام على طول مره ثانيه لميدو، يدور لحد فاضي، يرجع للخلف على طول، كريم نيدفيد بيدور لحد فاضي والتسديد على المرمى وفوق العارضه، وضربه ركنيه للنادي الاهلي. ابتدى هيبحث النادي الاهلي ولاعبه خط الوسط للنادي الاهلي على التسديد القوي زي ما امامنا كده كريم نيدفيد، ولكن حط رجليه لاعب الوسط على طول محمد حمدي، وضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. اتلعبت على طول من مؤمن، من لمسه واحده حلوه على طول لمؤمن ثاني، يرجع للخلف على طول لحسين السيد، تنوع وبداية الهجمات للنادي الأهلي، والحفاظ على الكرة من محمد عبد المنعم، ترجع مرة تانية في نص الملعب، الضغط للبلاستيك والهجمات المرتدة، ولكن تدخل ممتاز لمحمد عبد المنعم، وبترجع مرة تانية على طول لكريم نيدفيد. السلام على طول لحسين السيد لناحية الشمال لميدو جابر، يلعب بينية جميلة على طول لمؤمن اللي هرب ناحية الشمال، مؤمن من ثغرة ولكن التمريرة، ولكن الانضباط الدفاعي بيدي الأفضلية للبلاستيك في إبعاد الكرة عن طريق السيد ماجد، وبترجع مرة ثانية، ومحاولة الانفراجة بقى في محاولة بناء الهجمة لفريق البلاستيك بيحاول، ولكن الضغط المبكر والعرضية الخطيرة للنادي الأهلي، وأجاي وبيبحث عن فرصة ولكن اضطر إن يرجع للخلف للحفاظ على الكرة، ترجع مرة ثانية على طول للنادي الأهلي. مؤمن مرة تانية بيتحرك بعرض الملعب، بيدير الحرية في الحركة حسام البدري، ادي الاستلام على طول مرة تانية لكريم نيدفيد لحسين السيد، حسين لميدو جابر، ميدو ترجع مرة تانية على طول لكريم نيدفيد، يغير اتجاه لعبة حلوة ولكن تمركز دفاعي جيد للظهير الأيسر محمد عيد، وبيطلعها على طول او رضا بخيت لاعب المقاولون والأهلي السابق، هو رقم 26 اللي بيلعب ناحيه الشمال في نص الملعب، يلعب الاماميه ولكن بيقلش على حدود منطقه الجزاء، محاولات للنادي الاهلي وتسديده، ولكن اجاي ولكن بعيده شويه، وضربه مرمى لصالح البلاستيك.
حتى الآن التقدم للنادي الأهلي بهدف للا شيء من بينية الجميلة اللي بين أمامنا من كريم نيدفيد لمرة تانية ميدو جابر بيحطها على يمين حارس المرمى عبد الفتاح حسن. كلنا نتذكر طبعا حراس مرمى نادي البلاسيك ومنهم الطني أحد الحراس البارزين في العصر الذهبي. ولو اتكلمنا عن العصر الذهبي لفريق البلاستيك هنشوف محمد الشربيني والكابتن حسام كمال كان مدافع قوي، والكابتن انور ابراهيم، والكابتن عزب المدرب المخضرم لنادي البلاستيك اللي صنع اجيال كبيره، والكابتن اسماعيل ضمضم، كابتن حمامه اللي انتقل الى نادي الزمالك، وايضا كابتن حمامه اللي انتقل الى نادي السويس، والمرحوم صلاح زكي، والكابتن شيفا وحموكشا والطني الحارس ومحمود عماره وسيد عبد الشافي. كل دول نجوم لفريق البلاستيك على مر التاريخ، وبترجع مره ثانيه على طول لاحمد عادل عبد المنعم ابن حارسنا العملاق كابتن عادل عبد المنعم احد نجوم النادي الاهلي، وايضا انتقل الى النادي المصري ومنتخب مصر ومرضاه ولد الاماميه الطويله، ومروان محسن بلمسه سحريه خلفيه كده براسه، ولكن بترجع على طول لحارس المرمى لفاول على عمرو بركات. حوار في منطقة وسط الملعب. ادي الفاول امامنا، فاول تمام التمام، وحكم اللقاء طارق مجدي مع اشرف متولي وشريف عبد الله. الامامية الطويلة ناحية الشمال ومحاولات الانطلاقة وضغط ومحاولات، وبتصل على طول وباسم علي. باسم ترجع مرة ثانية. محمد عبد المنعم، محمد كان ضغط على محمود ربيع رقم 10 اللي هو جده اللي بيلعب ناحيه الشمال، ولكن بقى اللعب في الممتاز بيختلف شويه عن اللعب. ادي بنشوفها في العاده ومحاولات الوصول للكوره، بيحاول يلعب على الكوره على طول باسم علي، ومعاه محمود ربيع جده، كريم نيدفيد، محمد هاني، محمد يلعب على طول لمؤمن زكريا، لمحمد هاني مره ثانيه. أصبح جوكر للنادي الأهلي، بيلعب سيرد باك، بيلعب باك رايت، ممكن يلعب باك ليفت. أدي كورة وعالية وفيها كلام، ولكن ترجع مرة ثانية لأجاي لمحمد عبد المنعم الليبرو النهاردة أحد ناشئي النادي الأهلي، لكريم نيدفيد، حسام البدري وجهازه الفني بيحاول إن هو طبعا يلقي نظرة على قطاع الناشئين وخاصة لاعبي 97 و 98 أو 99 99 السنه دي، ما فيش 98 اللي الغاها والغى المسابقه اتحاد الكوره بناء يعني على توجيهات بعض الانديه او السياسه او الرؤيه المستقبليه للمنتخبات المصريه. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى القرارات ان هي تبقى لصالح الكره المصريه. عادل الاستراب على طول مره ثانيه ناحيه اليمين للبلاستيك في وسط الملعب، محاولات الباص، ولكن كريم نيدفيد بيضغط ورمي التماس لصالح البلاستيك. حصيلة الدوري حتى الآن 353 هدف في 143 مباراة، وهناك مباراة مؤجلة 46 مباراة للتعادل و97 مباراة للفوز و72 ركلة جزاء، منهم 50 ثم أحرازهم والمقصة الأكثر احتسابا لركلات الجزاء. هنبقى نقول لحضراتكم الحصيلة الكاملة. ادي السلام على طول مره ثانيه لعمرو بركات ناحيه اليمين، حلوه الباسم، يلعب العرضيه الجميله وفي منتهى الخطوره، ولكن على طول عبد الفتاح لقاها في ايديه ميدو جابر، بيحاول يسيطر على كورته ومعاه مروان محسن، ولكن على طول اتعملت حلوه حلوه وتغيير اتجاه اللعب والعرضيه المثاليه من باسم، ولكن مروان محسن يلم مره والثانيه ويتلخبط الدفاع، ولكن يلحقها حارس المرمى عبد الفتاح حسن زي ما امامنا في الصوره مع مخرجنا الجميل. ادي الاستراب على طول مره ثانيه، احمد عادل عبد المنعم يسلم على طول لناحيه الشمال، محمد عبد المنعم لعمرو بركات، يلعب الكرة مرة تانية ناحية اليمين، ابتدى بقى الهجمات من ناحية اليمين، ادي على طول الانطلاقة مرة تانية في منتهى الخطورة، واللمة الجميلة مش ممكن مش ممكن، لسه استمرارية الهجمة والتسديدة على المرمى، ولكن بترجع مرة تانية، وابتدى النادي الأهلي بينجح في الاختراق من ناحية اليمين. لو ما خدش باله طبعا المدير الفني للبلاستيك تامر هيبقى في كلام تاني. مؤمن زكريا مديله الحرية حسام البدري، وادي على طول الانطلاقة من ناحية اليمين، وادي مؤمن وانفراد، الهجمه في منتهى الخطوره،
في العارضة مش ممكن، على طول الهجمات المستمرة. لسه بقول لحضراتكم ادي الثغره اللي ابتدى بقى ينطلق منها النادي الاهلي ويكتشفها مؤمن زكريا من ناحيه اليمين. ادي الانطلاق على طول مره ثانيه البلاستيك واحمد عادل عبد المنعم الاقرب، وبتوصل مره ثانيه على طول لناحيه اليمين. استلام على طول مره ثانيه، هجمات في منتهى الخطوره للنادي الاهلي. ينجح لاعبو النادي الاهلي بخبره مؤمن زكريا في التحركات الواعيه وامداد من عمرو بركات الاماميه الطويله، وادي مؤمن مره ثانيه هيحاول يعدي ويعتمد على نفسه. مؤمن يلعب بينيه جميله ولا تراك المؤمن ولا التسديده، جمله عايزين يعملوها ومؤمن زكريا بينجح فيها في مباراه من المباريات، ولكن النهارده بعيده وعاليه جدا عن المرمى. ادي مؤمن وادي التسديده صاروخيه في باطن العارضه، والعارضة بترد وبتنقذ البلاستيك من هدف تاني لمؤمن زكريا، وبعدها على طول او قبلها عبد الفتاح حسن ايضا حارس المرمى بينقذ مرماه من اخطر الكرات. عادي بنشوفها في الاعاده مره ثانيه، وادي ميدو جابر يتلاعب بخط الدفاع وبيحطها في المرمى، ولكن برافو عبد الفتاح حسن، هدفين ضايعين من النادي الاهلي وانقاذ من عبد الفتاح حسن، والعارضه بتنقذ نادي البلاستيك من هدفين، ولكن ما زال النادي الاهلي متقدم بهدف لا شيء لميدو جابر. احمد عادل عبد المنعم، ولكن ضربه ركنيه لصالح البلاستيك من ناحيه اليمين. ضربه ركنيه، ادي امامنا احمد عادل عبد المنعم احد الحراس المميزين للنادي الاهلي مع شريف اكرامي ومحمد الشناوي. نتمنى المنتخبنا ان شاء الله كده يشرفنا في كاس العالم. وادي العرضيه الخطيره، ولكن بيطلع محمد عبد المنعم وبترجع مره ثانيه على طول البلاستيك من ناحيه الشمال. محاولات وانطلاقه من ناحيه اليمين، ولكن راها احمد عادل وبيترك كورته، وضربه مرمى لصالح الاهلي. على شمالنا النادي الاهلي طبعا، وعلى يمنا البلاستيك بالزي الازرق في محاولات او تجهيز لبعض اللاعبين حسب وجهه الجهاز الفني. طبعا النهارده بيريح الجهاز الفني لعيبته الاساسيه وبيدفع ببعض اللعيبه اللي هو ايضا محتاجهم في المباريات القادمه ان شاء الله. عادي الانطلاق على طول مره ثانيه، وحسين السيد وحارس المرمى، والمرمى فاضي تماما. عبد الفتاح حسن بيخرج في توقيت المدافعين مش متوقيت حراس المرمى، وبيحرس الكره، وحظه كويس ان حسين السيد صبر كتير، كان يقدر يلمه لورا حسين، ولكن طمع ان هو يلعبها في العرضيه او يحطها في المرمى اعلى من اللازم. عادي بنشوفها في العاده مره ثانيه، وادي التسديده الصاروخيه من اكتر من زاويه، وتصوير جميل ونقل حي لقناة الأهلي، القناة يعني نقول ايه، ادي ملعب النادي الأهلي، وادي ايضا استاد التتش واستاد من الاستادات الجميلة اللي شهدت نجوم عظام لنادي الأهلي سواء في الستينات بقيادة نجمنا الراحل الكابتن صالح سليم، ادي الكابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ احد نجوم النادي الاهلي نجمي دفاع النادي الاهلي. والغريب انه او بالصدفه كل الجهاز الفني للنادي الاهلي مدافعين، حسام البدري سيد عبد الحفيظ، ادي بنشوف الهجمه، وايضا احمد ايوب وسيد معوض. ادي الهجمه الخطيره اللي انقذها عبد الفتاح حسن من ميدو جابر، ادي بنشوفها من اكتر من زاويه في مباراه النهارده. وادي الكره العرضيه المثاليه الجميله، وادي محاولات للنادي الاهلي، وادي شوفوا بقى الهايلايتس اللي احنا بنشوفه طبعا مع مخرجنا، وادي التسديده الحلوه اللي بجوار القائم الايسر من عمرو بركات. ادي كريم ندفد والبينيه الجميله اللي جه منها هدف التقدم للنادي الاهلي، وخطا دفاعي طبعا من مدافعي البلاستيك، وانفراد على طول من ميدو جابر ليحرز الهدف الاولاني للنادي الاهلي ليتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء حتى الان لميدو جابر. وادي التسديده الصاروخيه ليعلن عن نفسه على طول مؤمن زكريا بتحركات واعيه سواء ناحيه اليمين وناحيه الشمال، ولكن العارضه بترد الكوره وبيضيع هدف اكيد للنادي الاهلي، وقابله على طول كان انقذها عبد الفتاح حسن حارس مرمى البلاستيك. ادي الاستلام على طول مره ثانيه في نص الملعب، بينيه جميله للبلاستيك ولكن مقطوعه، ضغط الباسم ورمي التماس للاهلي من ناحيه اليمين. نجوم تعاقبوا للنادي الاهلي على ملعب استاد التتش، وما كانش فيه فرع تاني النهارده ما شاء الله، في فرع الاهلي بمدينه نصر بملاعبه الكبيره لناشئينه، وايضا في 6 اكتوبر، وايضا هيبقى في فرع رابع وخامس ان شاء الله للنادي الاهلي. والاستاد بقى اللي بيعلن او اعلن عنه ان شاء الله
بالشراكة المصرية الإماراتية السعودية. تمنياتي إن شاء الله كده إن يبقى عندنا استاد عالمي يتسع لستين ألف، وهي مدينة رياضية أعلن عنها النادي الأهلي بقيادة رئيس النادي الأهلي طبعا ونجمنا المحبوب الكابتن محمود الخطيب. كل دي طموحات للقلعة الحمراء وطموحات ترضي الجماهير الحمراء والملايين. الأمامية الطويلة ترجع مرة ثانية في نص ملعب لعمرو بركات، مرة ثانية للبلاستيك لناحية اليمين، محاولات لمحمد عاطف الظهير الأيمن ولكن مقطوعة على طول للنادي الأهلي. عمرو بركات واستخلاص جميل من عمرو وفي إصرار، وعمرو بركات ويدور لحد فاضي عدى من أكثر من لاعب، وعمرو بركات بيفكر ويلعب على طول لناحية اليمين والهجمة في منتهى الخطورة. مؤمن زكريا المزعج يلعب العرضية ولكن بيطلعها السيد ماجد في توقيت مناسب وضربة ركنية. أخطر الكرات لفريق النادي الأهلي. هذه بنشوفها في العادة مرة تانية، واشوف الكرة العرضية واشوف التمركز الدفاعي الجيد لفريق البلاستيك وبيطلعها على طول ضربة ركنية. مؤمن زكريا والعرضية، ولكن المرة دي عمرو بركات بيلعب الكرة الأرضية على الزاوية القريبة ولكن بيطلعها على طول شادي شحتة رقم أربعة اللي واخد التمركز كده أمام الزاوية القريبة للكرة. عمرو بركات هيلعب الكرة برجل الشمال، يلعب عرضية مرة تانية، توصل مرة تانية على طول لجده في نص الملعب، وادي على طول المحاولات، وادي الاستلام لمحمد هاني يدور لحد فاضي يلعبها بينية جميلة وفي منتهى الخطورة. يا راجل مش ممكن، مش ممكن الفرص اللي بتضيع داخل السكس ياردة، ولكن على طول محاولات حسب الإمكانيات الفنية لدفاع البلاستيك. يعني ادي اللمة الجميلة وباسم يتلاعب وهيلعب العرضية وعلى حدود منطقة الجزاء لأجاييه، ولكن ترجع مرة تانية محاولات لمحمد هاني لمحمد عبد المنعم. الليبرو النهاردة الفريق النادي الأهلي أحد ناشئي النادي الأهلي. عادي الإسلام لمؤمن، في كل مكان تلاقي مؤمن يسلمه الكورة. عادي مؤمن عنده الحلول تملي ناحية اليمين وناحية الشمال، وادي مؤمن بيقود النادي الأهلي في الهجمة ولكن بتعدي من أمامه وضاعت الهجمة. هجمات بيقودها مؤمن، وادي الكرة الأمامية اتعملت حلوة، وادي الكرة اللي عملها ميدو جابر، وادي محاولات أجيه لمحاولة التسجيل ولكن دفاع البلاستيك بالمرصاد وبتطلع مرة تانية على طول والأمامية الطويلة ورمي التماس. ميدو جابر يتقدم للنادي الأهلي بهدف للأشياء حتى الآن، حتى دقيقة 25 من زمن وأحداث الشوط الأول في المباراة الودية للنادي الأهلي والبلاستيك. محمد هاني أجاي بيعديها لباسم ولكن أطول من اللازم شوية. ترابط فكري ولكن ما جاش يعني بالمساحة المطلوبة للكورة. الأمامية الطويلة ولكن رمي تماس. رمي تماس النادي الأهلي. محمد هاني بيتركها على طول لباسم. باسم علي. باسم يدور لحد فاضي يلعب على طول لعمرو بركات. بيبدأ الهجمة من وسط الملعب. عمرو بركات عنده رؤية جميلة لأرجاء الملعب سواء من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال. ادي الاستلام على طول مرة تانية محمد هاني لمحمد عبد المنعم. كل لاعبي البلاستيك يعني كل نص الملعب تملي كده في التدريبات العالمية مش المحلية بس، خدوا بالكم كل التدريبات بتبقى بتتعمل في نص الملعب. ليه؟ لأن موقف المباراة زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. أحمد عادل عبد المنعم في وادي في لوحده خالص في نص ملعبه، وكل لاعبي الفريقين في نص ملعب البلاستيك. عشان كده بنقول المساحات الضيقة لازم كل المدربين بيحاولوا. وادي الانطلاقة مرة تانية، وادي البنية الجميلة ومحاولات النادي الأهلي لإضافة هدف تاني. ادي على طول مرة تانية من ناحية اليمين، وادي الانطلاقة وبرافو برافو على طول. ادي مؤمن زكريا بيتوغل ويكسر الساتر الحديدي لمدافعي البلاستيك وبيصل للمرمى وانفراد تام لعبد الفتاح حسن ينقذ مرمى حارس البلاستيك من هدف اخر. ادي شوفوا الكره اتعملت حلوه ومؤمن زكريا واخترق الدفاع بالكامل وبرافو والله عبد الفتاح حسن حارس مرمى البلاستيك بيطلع اخطر الكرات والانفرادات. وميدو جابر بيستلم والعرضية من حسين وضربة الرأس فين؟ وبتصل مرة تانية على طول النادي الأهلي وضغط ولكن تكتل دفاعي لينجح في إبعاد الخطورة لفريق البلاستيك، ولكن برافو على طول محمد عبد المنعم يقطع كورته لأحمد عادل عبد المنعم.
احمد يسلم على طول لباسم علي لكريم نيدفيد، كريم نيدفيد لمحمد عبد المنعم لحسين السيد، حسين يلعب برجله اليمين ولكن اراها بدري عبد الفتاح حسن حارس المرمى المتالق حتى الان. عبد الفتاح حسن انقذ مرمى من اكثر من ثلاث كرات انفرادات اماميه طويله لباسم لميدو، ترجع مره ثانيه على طول محمد هاني لمحمد عبد المنعم، محمد يدور على حد فاضي، محمد يلعب على طول مره ثانيه لكريم نيدفيد بالتبادل كده عمرو بركات وكريم نيدفيد واحد قدام واحد لما بيستلموا ويبتدوا الهجمات، ومحمد هاني من خلف كده باسم علي الظهير الايمن باسم لعمرو بركات لباسم مره ثانيه يدور على حد فاضي يقرب له اجاي يعديها بمهاره يلعب على طول مره ثانيه بلمسه واحده حلوه اجاي لعمرو بركات وادي الهجمه والتسديده صاروخ ارض جو من عمرو بركات فوق العارضه. ادي شوفوا هجمات النادي الاهلي لما بتتلعب بسلاسه وبتتلعب من لمسه واحده والاختراقات المتعدده، وادي التسديده الصاروخيه على طول من عمرو بركات ولكن فوق العارضه. بينوع هجماته وبناء هجماته زي ما حضراتكم شايفين في الصوره، وعمرو بركات وتسديده فوق العارضه والتقدم حتى الان بهدف لا شيء للنادي الاهلي. عوده للزمن الجميل في ظل مجلس الاداره الجديد للنادي الاهلي، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في تقديم كل شيء جميل لجماهير النادي الاهلي والملايين للنادي الاهلي داخل مصر وخارجها وعشاقه اللي هم بيتمنوا ان شاء الله البطوله رقم 40. عادل الاستلام على طول مره ثانيه من ناحيه الشمال، ميدو جابر والعرضيه وتمركز دفاعي جيد للسيد ماجد وبيطلعها ضربه ركنيه. حمل كبير على دفاع البلاستيك حتى الان وتنوع الهجمات للنادي الاهلي مديله الافضليه في تحركات عمرو بركات وكريم نيدفيد وميدو جابر ومؤمن زكريا مزعجين جدا تحركاتهم. وادي مؤمن يستلم ويسلم على طول لميدو جابر، هيعدي ميدو هيلعب العرضيه ميدو ولكن مقطوعه، ترجع مره ثانيه على طول البلاستيك استلم على طول مره ثانيه محاولات لمحمد حمدي بينيه ميجدو اللي ساب ناحيه الشمال وراح لناحيه اليمين ولكن بتطلع على طول من محمد عبد المنعم ورامي التماس، رامي التماس للبلاستيك هيلعبها من ناحيه اليمين محمد عاطف الظهير الايمن، حسين وفاول للبلاستيك نتيجه دفع من محمد عبد المنعم. ما زال التقدم للنادي الاهلي بهدف وحيد واضاعه عده اهداف وكان نجمها هو عبد الفتاح حسن والعارضه. حارس مرمى طبعا البلاستيك هو اللي انقذ مرمى من اكثر من فرصه. هناك لقاء القمه اللي بيستعد له النادي الاهلي، لقاء الاهلي والزمالك يوم 8 وبعده باربع ايام ان شاء الله. لقاء القمه وادي على طول الاماميه وبتوصل مره ثانيه بينيه جميله وادي المحاولات على طول للبلاستيك ولكن مقطوعه من كريم نيدفيد، ترجع مره ثانيه على طول لاجاي، ادي اجاي الناحيه الثانيه العكسيه حلوه ولكن بيراها حارس المرمى عبد الفتاح حسن. شفنا النادي الاهلي طبعا في لقاء اتلتيكو ومباراه للسلام ومشاركه مجموعه كبيره من اللاعبين وكان تقدم للنادي الاهلي واحرازه هدفين ولكن خبره بقى وتعدد طبعا المشاركات للاعبين والتجانس بين اللاعبين وخبره كبيره طبعا لتاني الدوري الاسباني ليفوز سيموني بثلاث اهداف مقابل هدفين، ولكن تجربه جميله ومفيده للنادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي وايضا حاجه جميله للسلام ان شاء الله ليعم على مصر وعلى الجميع. والعرضيه ويتركها حارس المرمى عبد الفتاح حسن. النادي الاهلي بدا مبارياته العالميه مع فريق روماني، ادي بنشوف التسديده الصاروخيه لمؤمن زكريا كان قابل لا يعني فريق روماني وفاز بهدف للا شيء في عام 58 وكان المايسترو رحمه الله صالح سليم هو محرز الهدف. ادي الاستلام على طول مره ثانيه من ناحيه اليمين
محاولات لفريق البلاستيك لجده، يدور على حد فاضي هيلعب لمين؟ جده بيحاول، والتسديد على المرمى بدون عنوان وبعيدة عن حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم، وضربة مرمى. ضربة مرمى أحمد عادل، يلعب على طول لباسم علي. باسم أيضا هناك السوبر الأهلي مع المصري في استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات الشقيقة. تمنياتي طبعا للنادي الأهلي بالفوز، وتمنيات أنه يقدموا لنا صورة جميلة عن الكرة المصرية إن شاء الله. عادل الاستلام على طول مرة تانية لمؤمن زكريا، مرة تانية محاولات لعمرو بركات. عمرو بركات يدور على حد فاضي، يلعب على طول من لمسة واحدة حلوة. عادل الانطلاقة ولكن حسين السيد يراها بدري، حسين ترجع مرة تانية لكريم نيدفيد. كريم من لمسة واحدة حلوة لا جاي، يدور على حد فاضي. محاولات للنادي الأهلي لإضافة هدف تاني، مع محاولات للبلاستيك لعدم إضافة تاني هدف تاني للنادي الأهلي، ولكن تعدد الهجمات. وهذا الإتراك الكريم لمؤمن، ولكن مقطوعة من دفاع البلاستيك والأمامية الطويلة، ولكن يميل محمد عبد المنعم لحسين السيد، لمحمد عبد المنعم لحسين، لمحمد مرة تانية يلعبها بينها ناحية اليمين لباسم علي. يستلم باسم، يسلم على طول لميدو جابر. ادي ميدو لمؤمن، لميدو مرة تانية لمؤمن. كل دي محاولات الحفاظ على الكورة وخلق مساحة كبيرة للنادي الأهلي في إضافة مزيد من الهجمات. مرة تانية محاولات، وادي الانطلاقة على طول في نص الملعب، وتغيير اتجاه اللعب على طول ناحية اليمين لمؤمن كالعادة. مؤمن يلعب على طول لميدو، هيلعب لمين؟ باسم لميدو، ومحاولات التسديد على المرمى، بيبحث عن ثغرة ولكن ضاعت الهجمة، وأحد لاعبي البلاستيك وقع في أرضية الملعب، نتمنى له الشفاء. التحام غير مقصود ورمي تماس بروح رياضية، كان واجه النادي الأهلي أيضا من المباريات بقى اللي هي أدي بنشوف العادة مرة تانية. محاولات ميدو ولكن في التحام كده بدون قصد، وأيضا إن شاء الله يكون سليم. واجه النادي الأهلي في مباريات العالمية، كان ريد ستار بطل دوري يوغوسلافيا في نفس التوقيت اللي كان بيدربه ميلوراد بافيتش أحد أشهر المدربين في تاريخ يوغوسلافيا، ونجح الفريق في الفوز على بطل يوغوسلافيا بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلهما نجمنا ونجم التعليق الكبير ونجم النادي الأهلي كابتن ميمي الشربيني هدفين، ونجم النادي الأهلي والمايسترو الكابتن صالح سليم. ده كله طبعا كان في عام 59، وقبله كان في 58 كان في فريق روماني أنا متذكر، وكان الكابتن صالح سليم أحرز هدف جميل، وكان هدف الفوز أيضا للنادي الأهلي. أيضا في عام 60 هنشوف الهجمة للنادي الأهلي والانفراد المؤمن ولكن فيها تسلل. ايضا في ابريل عام 1960 السابق للنادي الاهلي برشلونه حامل لقب الدوري الاسباني في هذا التوقيت، وايضا بملعب مختار التتش هو ملعبنا النهارده بالجزيره، وانتهى اللقاء بتفوق البارسا بست اهداف مقابل هدف سجله الوحيد الكابتن طه اسماعيل. هناك ايضا بعديه بنفيكا ونجم ايزيبيو عام 63 لما بنفيكا البرتغالي كان بطل اوروبا، وكان بقى ايه فرقه مش عايز اقول لكم كانت عامله ازاي. عادل الانطلاق على طول للنادي الاهلي، اجاي يلعب العرضيه الناحيه العكسيه، وادي الاستلام الجميل، وادي الانطلاقه مره ثانيه ولكن تدخل في توقيت مناسب يطلعها مصطفى علي، وضربه ركنيه للنادي الاهلي. محاولات وتسلسل في الاحداث، وكل ما هنلاقي فرصه هنقول لحضراتكم بعض المعلومات عن المباراة العالمية اللي كانت أيضا بنفيكا في استاد القاهرة، وانتهى اللقاء بتفوق فريق بثلاث أهداف مقابل هدفين لبنفيكا. وادي العرضية ولكن بتعدي مرة تانية وبيطلعها دفاع البلاستيك. ضغط للنادي الأهلي ومحاولات للبلاستيك النهاردة ان هو يقلل النتيجة طبعا في مباراة النهاردة. عادل الاستلام على طول مرة تانية، محاولات البلاستيك والتقدم للنادي الأهلي بهدف للاشياء حتى الآن على استاد مختار التتش احد النجوم العظماء للنادي الاهلي. ادي السلام على طول مره ثانيه، وادي محاولات، وادي الانطلاقه للبلاستيك من ناحيه الشمال. شادي شحته يستلم كرته رقم اربعه، شادي يرجع للخلف على طول محمد لشادي. محاولات ولكن فيها تسلل، واضح تماما التسلل.
تسلل على البلاستيك، ضغط ومحاولات، ولكن فيها رمي التماس لصالح البلاستيك. استلم على طول مرة ثانية للبلاستيك من ناحية الشمال، وهذه الانطلاقة، ولكن ضربة ركنية لصالح البلاستيك. ضربة ركنية ومحاولات لإعادة الاتزان، وهذه الاستلام على طول في الكرة اللي فاتت لشادي. ضربة ركنية من ناحية الشمال، حارس المرمى للنادي الأهلي أحمد عادل عبد المنعم، والضربة الركنية على طول لرضا بخيت، هو اللي هيلعب على طول الضربة الركنية برجله اليمين، يلعبها في منتهى الخطورة وضربة رأس. هذه ضربة رأس على طول المتقدم شادي شحتة، ولكن أعلى من المرمى، ما شافش الكرة وهي جاية، بيقول إن هي الشمس كانت في عينيه. أحمد عادل عبد المنعم، هذه بنشوفها بالعادة مرة تانية، وضربة رأس بدون عنوان وعالية خالص، وضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. على مية طويلة، وبنلعب في آخر 5 دقايق من زمن الشوط الأول في التجربة الودية للنادي الأهلي أمام البلاستيك. والانطلاق على طول لكريم نيدفيد، يلعب على طول مرمى بينية، وهذه الانطلاقة وانفراد مش ممكن. ميدو جابر وحب يلعبها عرضية وداخل السكس ياردة، ولكن ضاعت الهجمة على النادي الأهلي. تعدد الفرص للنادي الأهلي، والانطلاق على طول البلاستيك من ناحية اليمين. هذه محاولات التسديد على المرمى، عايز يحطها من خلف أحمد عادل عبد المنعم، ولكن فايق وشايف أحمد عادل عبد المنعم ومأمنها تماما، وضربة مرمى لصالح النادي الأهلي من محمود ربيع. عادل أمامية طويلة، باسم علي ياخد كورته مرة تانية. باسم، برافو باسم، لمؤمن زكريا. ادي مؤمن يلعب بينية على طول، والانطلاقة لمروان محسن، يلعبها لمين بدون عنوان، وبتصل مرة تانية على طول لمحمد عبد المنعم. محمد الليبرو النهاردة للنادي الأهلي اللي بيلعب جنبه محمد هاني. محمد هاني يلعب الكرة على طول لأجاي ناحية اليمين، يلعبها من لمسة واحدة حلوة، مؤمن ولكن مقطوعة، ترجع مرة تانية على طول للبلاستيك لباسم. باسم يقطع، ولكن تمريره ومقطوعه، وبترجع مره ثانيه على طول البلاستيك. اجاي يقطع كورته، ولكن مقطوعه، وتدخل احد لاعبي البلاستيك واقع في ارضيه الملعب، واجاي يطلع الحبه الصبرة الافريقيه في كورتين متتاليتين فيهم 2 والتحامين قويين، ولكن ان شاء الله يقوم سليم لاعبو البلاستيك. ولكن حتى الان التجربه مفيدة. ادي بنشوف الالتحام الاولاني، وبعد كده الالتحام الثاني، ولكن كله على الكورة. مباراة نظيفة وبروح رياضية بيقدمها طبعا الفريقين لمحاولة الاستفادة من التجربة الودية للاهلي والبلاستيك في لقاء النهاردة. الاهلي طبعا هناك لقاء مؤجل للاهلي مع المقاولون هيتلعب في مارس القادم. ادي الاستلام على طول مره ثانيه جدو، يدور لحد فاضي يلعب لمين؟ يلعب ناحيه الشمال والعرضيه، ولكن حسين الاقرب، ترجع مره ثانيه على طول في وسط الملعب. محاولات البلاستيك، هيدور لحد فاضي يلم كورته، وادي محاولات الاختراق من ناحيه اليمين لمحمد حمدي، ويلعب الكوره ولكن مقطوعه من كريم نيدفيد. مروان محسن يوصل لكورته، مروان يلعب على طول مره ثانيه ميدو. ميدو يدور لحد فاضي، ميدو يلعب على طول لاجاي، هيميل ناحية اليمين، على يمينه مؤمن، يلعب لمؤمن وانفراد، ولكن فيها تسلل، فيها تسلل على مؤمن، تسلل، ضربة حرة غير مباشرة. عادي بنشوفها في العادة مرة تانية، قرار سليم تمام التمام من مساعد الحكم الأول أشرف متولي. برافو أشرف. عادي مؤمن، وادي الاستلام، وادي مؤمن مرة تانية، ولكن ترجع مرة تانية من رقم 4 شادي شحتة. ادي الضغط والمحاولات لمروان، ترجع مرة تانية في نص الملعب، مساحات ضيقة في نص الملعب للكثافة العددية اللي عاملها لاعبو خط الوسط والدفاع لفريق البلاستيك. مش مصعبة الأمور على النادي الأهلي لأنه بينوع هجماته، ولكن لما تلعب مدافع طبعا يعني باستمرارية طوال الوقت هيبقى فيه أخطاء. عادي الاستلام على طول مرة تانية لحسين السيد. حسين
بيشق طريقه حسين بعرض الملعب، حسين السعيد ولكن التحام قوي، التحام قوي ونتمنى له الشفاء ان شاء الله. رقم 12 والتحام قوي مع حسين السيد. محمد عيد اعتقد ادي بنشوف العاده مره ثانيه، لكن هيقوم سليم ان شاء الله حسين السيد احد لاعبي النادي الاهلي الرجاله، ان شاء الله يقوم سليم. ادي بنشوفها في العاده مره ثانيه، تدخل قوي يعني بدون داعي، بيحاول ان هو بيوصل للكوره لاعب البلاستيك. وادي بنشوف الهايلايتس ايضا مؤمن زكريا ومحاولات التدخلات. ادي الكابتن حسام البدري، كابتن سيد عبد الحفيظ، تمنياتنا اليوم بالتوفيق ان شاء الله في القادم في مباراه الزمالك ثم مباراه المصري في 4 ايام، يعني يا دوبك يخلص الاهلي مباراه الزمالك يسافر على الامارات ليلاقي المصري في اللقاء اللي هو هيجمع. هنشوف العاده مره ثانيه، وهيقابل بعد العوده ان شاء الله طلائع الجيش يوم 16. دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع بيعلن عنهم حكم اللقاء طارق مجدي. عادي بنشوف الهايلايتس مره ثانيه، عادي ميدو، وادي محاولات الوصول للمربع. قام سليم الحمد لله حسين السيد بروح رياضيه، بترجع مره ثانيه على طول عبد الفتاح حسن. تقدم النادي الاهلي بهدف للا شيء، نجح النادي الاهلي في الوصول للمرمى اكثر من 5 مرات او 6 مرات، وكان نجمها العارضه وعبد الفتاح حسن حارس مرمى البلاستيك حتى الان. لكن هدف وحيد احرزه ميدو جابر في الدقيقه 7 من زمن احداث الشوط الاول. عاد الاتراك على طول مره ثانيه، وبتصل لمحمد عبد المنعم الليبرو للنادي الاهلي، ولكن تمريره خاطئه توصل مره ثانيه على طول البلاستيك على حدود منطقه الجزاء لكريم، بيضغط وناحيه اليمين على طول هيلعب العرضيه، والعرضيه المثاليه وفي منطقه الخطوره وبتعدي احمد عادل عبد المنعم، وبتصل مره ثانيه وتغطيه لباسم علي الاماميه الطويله على طول، ومؤمن يستلم ولكن لمسه يد. ترجع مره ثانيه حسين السيد سليم الحمد لله، وبينزل في ارضيه الملعب ومحاولات البلاستيك، ولكن احمد عادل عبد المنعم بيمسك كورته يدور على حد فاضي هيلعب لمين. احمد يلعب على طول على يمينه لباسم علي. نلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع في هذا اللقاء الودي اللي بيجمع الاهلي والبلاستيك، وتقدم الاهلي بهدف للا شيء. حسين السيد والاماميه الطويله ولكن مقطوعه من محمد عيد. رامي التماس، عادي بنشوف العاده الكره العرضيه، وادي محاولات الوصول الكوره، وباسم وبيحط رجله في توقيت مناسب، وعدت احمد عادل عبد المنعم، وبتوصل مره ثانيه على طول لحسين من لمسه واحده حلوه لحسين مره ثانيه من مروان محسن، ولكن مروان يحجز على كورته بياخدها مروان، ولكن لسه حكم اللقاء طارق مجدي بيقول له ما فيهاش حاجه وبيتركها مروان، وبتصل لحسين السيد بفدائيه حسين وفي توقيت مناسب جدا وبيطلعها على طول. ورامي تماس، رامي تماس حوار مع طارق مجدي حكم لقاء النهارده ومحمد هاني على بعض الكرات. ترجع مره ثانيه على طول البلاستيك، اخر الثواني في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع. الناحيه العكسيه على طول باسم الاقرب، وبخبره كده بيحط كورته في توقيت مناسب وبيحط رجله في توقيت مناسب عشان يقدر يطلعها ويلعب بمبدا السلام والامان. برافو باسم علي الظهير الايمن للنادي الاهلي. ضربة ركنية للبلاستيك هيلعبها على طول على البعيدة، ولكن بيطلع ميدو والتسديدة ولكن بعيدة تماما، ومعها صفارة حكم اللقاء طارق مجدي. استراحة قصيرة ولنا عودة مرة أخرى لبداية أحداث الشوط الثاني والتقدم للنادي الأهلي بهدف لميدو جابر في الدقيقة 7. استراحة قصيرة وعودة مرة أخرى، وكان معكم محدثكم عادل محمود. شكرا معلقنا الجميل كابتن عادل محمود. بهدف مقابل لا شيء احرزه في الدقيقه 7 ميدو جابر تقدم النادي الاهلي على مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، مع بدايه واحداث الشوط الثاني ومحدثكم عادل محمود ومن استاد مختار التتش لقاء الاهلي الودي
بين فريقي الاهلي والبلاستيك، وتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه ميدو جابر في الدقيقه 7 من زمن واحداث الشوط الاول. بعد التغييرات اجراها النادي الاهلي والبلاستيك، واقول لحضراتكم الاهلي اخرج جونيور اجاييه ومروان محسن وايضا عمرو بركات وميدو جابر ومحمد هاني وحسين السيد، ونزل في الشوط الثاني، وايضا احمد عادل عبد المنعم خرج ونزل بدلا منه الحارس رمضان مصطفى، واسلام محارب رقم 5 نزل، صبر رحيل الظهير الايسر ايضا نزل، وسط الملعب صالح جمعه نزل رقم 22، وباقة الجنوب افريقي ايضا نزل رقم 32. ايضا البلاستيك خرج محمد حمدي رقم 24، وايضا عبد الرحمن ديكو رقم 14، ونزل بدلا منهم حسين شطه ومحمد سعيد رقم 23 ومحمد سعيد رقم 2. تمنياتي بالتوفيق للفريقين ان شاء الله يقدمونا شوط ثاني في اثاره ومتعه وتغيير. هل يغير بقى المدير الفني لفريق البلاستيك خطته الكابتن تامر في لقاء النهارده؟ تامر عبد الخالق هو المدير الفني، الكابتن حسام البدري هو المدير الفني للنادي الاهلي، ام يستمر الحال على ما هو عليه؟ ولكن لو اتكلمنا عن مجمل الشوط الاولاني، سيطره للنادي الاهلي مع تعدد الهجمات واضاعه الفرص، وكان نجمها في الشوط الاولاني هو حارس المرمى عبد الفتاح حسن، حارس المرمى البلاستيك اللي انقذ مرماه من اكثر من فرصه للنادي الاهلي، معاها العرض ايضا بكره لمؤمن زكريا، ادي على طول رمضان مصطفى الاماميه الطويله وبترجع مره ثانيه على طول البلاستيك من ناحيه اليمين لمحمد عاطف، محمد عاطف الزهير الايمن، محمد يحاول يعدي محمد من ناحيه اليمين لجده مره ثانيه اللي جه من ناحيه الشمال لناحيه اليمين، على شمالنا البلاستيك بالزي الازرق وعلى يمنا الاهلي بالزي الاحمر، وادي الاستلام على طول مره ثانيه البلاستيك في وسط الملعب، محاولات ولكن اطول من اللازم ورمي تماس لصالح النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم التبديلات اللي نزلت، رمضان مصطفى حارس المرمى بدلا من احمد عادل عبد المنعم، اسلام محارب رقم 5 ايضا نزل، صبر رحيل رقم 6 نزل الظهير الايسر، صالح جمعه رقم 22 ايضا نزل، وباقة الجنوب افريقي رقم 32 ايضا نزل. عادي على طول الانطلاقه مره ثانيه البلاستيك الناحيه العكسيه حلوه لناحيه الشمال، ومحاوله الوصول لمرمى النادي الاهلي، الجرأه الهجوميه لرضا بخيت وبيحاول يعدي، ولكن الضغط عليه على طول من باسم علي. باسم علي الظهير الايمن للنادي الاهلي، على طول رضا بيحاول يعدي والفاول، يحكم لقاء النهارده حكمنا طارق مجدي وبيعاونه اشرف متولي وشريف عبد الله. فاول عادي بنشوفها في العاده مره ثانيه مع مخرجنا محمد بيومي، عادي الفاول هيلعبها رضا بخيت، تقدم النادي الاهلي بهدف للا شيء، والفاول للبلاستيك، وادي العرضيه ولكن بتعدي وبترجع مره ثانيه على طول لصبر رحيل، عادي الاماميه الطويله على طول محاولات، وادي الاستلام على طول في نص الملعب محاولات، ولكن صالح جمعه بيقطع احد النجوم المصريه للاعبي خط الوسط صالح، والنادي الاهلي رامي تماس يلعب على طول محمد عاطف، محمد مساحات ضيقه ولكن باقة يقطع اطول من اللازم، وضربه ركنيه لصالح البلاستيك، البدايه الهجوميه للبلاستيك ومحاولات للنادي الاهلي طبعا للسيطره على منطقه وسط الملعب، وتقدم النادي الاهلي بهدف للا شيء، وادي امامنا رمضان مصطفى الحارس الشباب، وادي على طول العرضيه ويقطع رمضان مصطفى، برافو مصطفى رمضان. النادي الاهلي في الشوط الاول كان اكثره طبعا سيطره للنادي الاهلي مع دفاع منطقه في وسط الملعب لفريق البلاستيك، ولكن النادي الاهلي بينجح في الوصول للمرمى ويحرز هدف عن طريق ميدو جابر، وتعدد الهجمات والعارضه بتنقذ هدف جميل اضاعه المؤمن، ولكن كانت التسديده في الباطن العارضه. ايضا عده فرص انقذها عبد الفتاح حسن حارس المرمى من ميدو جابر واجاييه ومروان محسن، ضغط ومحاولات ولكن ترجع مره ثانيه على طول، والتشتيت من سيد ماجد، اماميه طويله رامي تماس
يطلعها على طول. دفاع النادي الاهلي ترجع مره ثانيه على طول مره ثانيه. محاولات للبلاستيك، محاولات من المدير الفني كابتن تامر انه يلعب فريقه ويحافظ على كوره، يحاول ان هو يفوقهم في منطقه وسط الملعب. ايضا نادي الاسلام لاسلام، وادي محاولات على طول للوصول للمرمى ولكن ترجع مره ثانيه على طول. محاولات للنادي الاهلي لاحمد ريان، هو المهاجم بدلا من مروان محسن في الشوط الثاني مع اسلام محارب. ادي اسلام ترجع مره ثانيه والتمرير الخاطئ ولكن بدون عنوان واطول من اللازم ورمي التماس. ادي رقم 27 حسام مرسي بيعتذر لزمايله طبعا لعيبه النادي البلاستيك. رميه التماس هلعب على طول صبري رحيل، صبري لاسلام محارب لكريم نيدفيد لصالح جمعه لكريم مره ثانيه. محاولات لبدايه الهجمه، بينيه على طول ناحيه الشمال لصبري رحيل، يلعبها حلوه وادي الانطلاقه ما فيهاش تسلل ولكن يلحقها في توقيت مناسب السيد ماجد. هذه محاولات الاختراق على طول لاسلام رقم 5 لاعب الوسط المهاجم اللي بيلعب تحت احمد رزق ياسر ريان. الاماميه الطويله على طول لصبري رحيل، يريح كورته على طول مره ثانيه محمد عبد المنعم لاسلام مره ثانيه. ترجع على طول لباسم علي باللمسه واحده حلوه والانفراد وباقة، وعبد الفتاح حسن لقاها بالبركه، لقاها بالصدفه، قول زي ما تقول لو مشيت مع باقة كان وصل وكان انفرد بالمرمى الخالي. وادي الاستلام ولكن شوف حضراتكم وهو ماشي بالكوره خلاص بخبره كده عبد الفتاح حسن قطع كورته في توقيت مناسب جدا. ترجع مره ثانيه على طول لحارس المرمى رمضان مصطفى اللي نزل بدلا من احمد عادل عبد المنعم. استلام مره ثانيه على طول ناحيه اليمين كريم نيدفيد، كريم يلعبها بينيه ولكن مقطوعه لباقه ولكن ما بتوصلش لكريم مره ثانيه لاسلام لصبري رحيل. يعدي صبري يلعبها على طول لصالح جمعه، استلام جميل وبينيه اجمل وانفراد ومش ممكن مش ممكن. باقه بيرفض الهديه ويعني صوره جماليه لعبد الفتاح حسن اللي مش مصدق كورتين في دقيقتين في ايديه من باقه الخطير والمخترق لخط الدفاع. شوف حضراتكم الراجل انفرد وبيحطها في المرمى مرتين، ادي مره وترجع له مره ثانيه وبيحطها مره ثانيه ولكن عبد الفتاح البركه يقطع كورته في توقيت مرتين ولكن ترجع مره ثانيه على طول الهجمه للبلاستيك من ناحيه اليمين. تقدم النادي الاهلي بهدف حتى الان وانا شايف رقم 3 بيستعد للنزول احمد غريب او الحسيني طه رقم 3 الحسيني. التبديل القادم هيخرج جدو رقم 10 محمود ربيع جدو ونزول لرقم 3 الحسيني طه. خرج جدو لاعب الوسط المهاجم لفريق بلاستيك ونزول رقم 3 الحسيني طه. ورمية التماس على طول للبلاستيك من ناحية اليمين، هيلعب على طول محمد عاطف، محمد عاطف يحاول يعدي ولكن بيقطع صبري رحيل، صبري رحيل ورمية التماس على طول لمحمد عاطف. بيحاول يعدي في مساحة ضيقة جدا وكريم ندلت بيحاول يقطع ولكن بيعدي وصبري رحيل بيقطع كورته. ترجع مرة ثانية على طول لمحمد عاطف. وادي الصراع على الكوره وبينجح صبري رحيل بخبره السنين وبيقطعها على طول وبتصل مره ثانيه على طول البلاستيك. ابتدى البلاستيك يغير الاستراتيجيه بتاعته ان يقدم اداء هجومي في وسط الملعب وضغط على النادي الاهلي وبترجع مره ثانيه على طول ناحيه اليمين. ادي الاستلام على طول لباسم باللمسه واحده حلوه لعمرو بركات ولكن مقطوعه للبلاستيك مره ثانيه. محمد حمدي يحاول يعدي من ناحيه الشمال والاختراق للبلاستيك من ناحيه الشمال. هذه الهجمه في منتهى الخطوره ولكن طولت راحت من رضا بخيت احد لاعبي المقاولين السابق والاهلي ولكن ضربه مرمى لصالح الاهلي. رضا مصطفى
ملعوبة على طول لكريم نيدفيد. كريم لباقة يسلم على طول لباسم علي. باسم لعمرو بركات. لباسم مرة ثانية لعمرو بركات. يدور على حد فاضي عم يلعب على طول لإسلام لكريم نيدفيد. من لمسة واحدة حلوة لصالح جمعة. لصالح مرة ثانية لعمرو بركات ولكن مقطوعة. لما بيلعب لعيبة النادي الأهلي الكرة من لمسة واحدة بسرعة بيبقى ليها شكل تاني. وسط الكثافة العددية لمدافع ولاعيب الوسط لفريق البلاستيك بتبقى الأمور صعبة شوية لتضييق المساحات. ابتدى يضم كده كل مدافعي البلاستيك لمنطقة وسط الملعب. ادي بنشوفها في العادة مرة ثانية. ضغط ومحاولات على عمرو بركات. وادي ضربة ركنية. وادي صبري رحيل. والضربة الركنية لصالح البلاستيك. رقم ثلاثة اللي لسه نازل الحسيني طه. محاولة إحراز هدف التعادل. الحسيني ويلعب العرضية ولكن راجع عمرو بركات. ترجع مرة ثانية على حدود منطقة الجزاء. باللمسة واحدة ولكن مقطوعة. أمامية طويلة بدون عنوان وبتوصل مرة ثانية على طول للسيد ماجد. لناحية الشمال محاولات الانطلاقة من ناحية الشمال. هذه محاولات وهذه محاولات اللي يلعب العرضية ولكن طلعت وضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. رضا بخيت هو اللي بيقود الهجمات والكابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ في نظرة ورؤية وتفكير. وادي صبري رحيل وباقة ومشوار لباقة يلم كورته وبترجع مرة ثانية على طول لباقة. عادي باقة يحافظ على كورته يلعب على طول ناحية الشمال ولكن ضربة مرمى أو ضربة ركنية لصالح النادي الأهلي. يلا رجالة امسك كويس يا سيد. على طول الضربة ركنية للخلف على طول لصبري رحيل. توصل مرة ثانية على طول لصالح جمعة. صالح يوسع اللعب لكريم نيدفيد. للخلف كريم يغير اتجاه اللعب على طول لباسم علي لمحاولة إيجاد فرصة وصناعة هجمة للنادي الاهلي من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين. وبيلعب على خط واحد فريق البلاستيك على مصياده التسلل. ممكن تبقى ناجحه معاه مره ولكن ما تنجحش معاه مره ثانيه لان في تعدد الاختراقات وخاصه من باقه وايضا احمد ياسر ريان. عادي الاستلام على طول لكريم نيدفيد. كريم يدور على حد فاضي يرجع للخلف مره ثانيه لاسلام محارب. اسلام لصالح جمعه بالمقاس ولكن اطول من اللازم وبيحرسها عبد الفتاح حسن حارس مرمى البلاستيك. في تبديلين او ثلاثه. رقم 48 مصطفى صبحي وايضا رقم 29 صلاح يحيى كلهم لاعبين 2001 و99 وخروج لكريم نيدفيد وباسم علي وعمرو بركات. تبديلات لثلاثة للنادي الأهلي للوقوف على مستوى الناشئين في القطاع ومحاولة الإمداد للفريق الأول وتوفير النفقات الباهظة اللي هي طبعا شراء اللاعبين. ولكن حتى الآن ناجح النادي الأهلي وبيحاول أن هو يعتمد على الصف الثاني اللي هم ناشئين النادي الأهلي اللي دائما وأبدا بيعتمد عليهم النادي الأهلي. نتمنى كده أن يكون متواجد قاعدة كبيرة من الناشئين إن شاء الله تخدم الفريق الأول في مشواره في البطولة الأفريقية وأيضا في البطولة المحلية. هذه محاولات الوصول للكورة ورمي التماسك اتلعبت على طول. ترجع مرة ثانية وأطول من اللازم وبتصل على طول لحارس المرمى رمضان مصطفى. رمضان البديل لأحمد عادل عبد المنعم. محاولات لرقم 41 محمد المغربي. أيضا نزل محمد يسلم على طول مرة ثانية لناحية اليمين في نص الملعب لصالح جمعة. باللمسة واحدة حلوة لناحية اليمين صالح. هذه محاولات الوصول للمرمى من ناحية اليمين محاولات لصلاح. يدور لحد فادي يلعب العرضية ولكن ترجع مرة ثانية على طول لصلاح. صلاح يحيى ابتدى من أكاديمية النادي الأهلي. صلاح وادي سلم على طول مرة ثانية. إسلام ترجع للخلف مرة ثانية. محمد المغربي
لصبري رحيل والاماميه الطويله على طول لباقه، وادي الاستلام على طول لباقه يلعب العرضيه الناحيه العكسيه واحمد ريان، هدف التقدم الثاني. اتعملت حلوه 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 العرضيه من باقه وضربه راس مثاليه على طول لوب كده من فوق حارس المرمى عبد الفتاح حسن اللي يحرز الهدف الثاني. احمد ريان بلمسه سحريه وضربه راس جميله، شوفوا الرؤيه الجميله فضل وعملها على طول لوب كده من فوق حارس المرمى عبد الفتاح حسن في اجمل اهداف اللقاء النهارده، هدفين للنادي الاهلي وبرؤيه وذكاء وهداف على طول احمد ريان بهدف التقدم للنادي الاهلي الثاني، ليتقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء حتى الان على البلاستيك. تبديل قادم واحمد ريان الهدف الثاني. احمد ريان في الدقيقة 12 او 13 من زمن الشوط الثاني، رقم 29 نازل لفريق البلاستيك وخروج لرضا بخيت. حسين شاطة مرة ثانية محاولات في نص الملعب، ادي الاستلام على طول لناحيه اليمين لمحاولات لصلاح اللي خد الجنب اليمين، ادي صلاح يحيى زي ما قلت لحضراتكم ابتدى في اكاديميه النادي الاهلي وكان من اللاعبين، اتذكر كده لما فتحت اكاديميه النادي الاهلي كان من اللاعبين السرعة جدا والمتميزين، نتمنى له التوفيق ان شاء الله هو مجموعه الناشئين اللي معاه في لقاء النهارده، لقاء طبعا هام جدا ورؤيه كاملة للجهاز الفني، فرصة ان هو يتعرف كابتن حسام البدري والجهاز الفني كابتن احمد ايوب وكابتن سيد معوض وكابتن طارق سليمان على طبعا مستوى ناشئ النادي الاهلي لمحاولة. ادي احمد ريان اتفتحت نفسه بعد هدف التقدم، احمد يلعب على طول لباقة، ادي باقة بيحاول يعدي على طول باقة يلعب العرضية ولكن ضربة ركنية، ضربة ركنية احد اللاعبين واقع في ارضية الملعب من فريق بلاسك، نتمنى له الشفاء ان شاء الله حسام. في تبديلات قادمة ايضا لنادي البلاستيك، فرصة طبعا في مباراة زي دي ان هو يستفيد كل لاعب من الاحتكاك في مباراة أمام النادي الأهلي والإعلان عن نفسه سواء لفريقه أو أمام فريق النادي الأهلي. هذا بنشوف العادة، وادي حسام وادي حسام محمد رقم 12، الضربة الركنية على طول لصالح جمعة وقام سليم حسام، اعتقد ان في شد عضلي نتمنى له الشفاء ان شاء الله. ادي نشوف العاده مره ثانيه، ادي باقه وده احمد ريان وهدف التقدم الثاني، اتعملت حلوه حلوه من فوق حارس المرمى عبد الفتاح حسن ليحرز الهدف الثاني بلمسه سحريه جميله وضربه راس جميله محرزا هدف ثاني. لعبت على طول لصبر رحيل يلعب العرضيه الناحيه العكسيه ولكن بيطلع على طول الدفاع، السلام مره ثانيه لاسلام محارب ناحيه اليمين والعرضيه ولكن مقطوعه على طول من دفاع البلاستيك، ترجع مره ثانيه الضغط والمحاولات ومحاوله الوصول للضرب اضافه هدف ثالث، عاد الانطلاقه مره ثانيه ومحاولات لمصطفى صبحي رقم 48 ولكن ترجع مره ثانيه على طول لناحيه اليمين لباقه، ادي باقة بيحاول يعدي الجنوب افريقي عنده اعتقد 19 سنة باقة، ترجع مرة تانية احد لاعبي البلاستيك واقع في ارضية الملعب رقم 3 اللي نزل الحسيني طه اللي نزل في الشوط الثاني. تبديلات كتيرة طبعا بيجريها الفريقين للاحتكاك القوي والاستفادة الفنية من المباراة، حتى الان تقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. لو اتكلمنا عن موقف النادي الاهلي في الدوري بيحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة من 15 مباراة،
خلف الإسماعيلي برصيد 37 نقطة. الإسماعيلي من 16 مباراة، الأهلي ليه مباراة مؤجلة أمام المقاولين العرب هتتلعب في مارس القادم. أيضا آخر مباريات الأهلي الفوز الكبير على النصر بأربع أهداف مقابل لا شيء، وقابله أيضا بتروجيت بثلاث أهداف، وهناك التعادل أمام وادي دجلة 1-1 أمامية طويلة. أيضا هناك بقى خسر مباراة وحيدة النادي الأهلي الأمامية الطويلة، توصل على طول لناحية اليمين، محاولات وانطلاقة مرة ثانية للنادي الأهلي ولكن مقطوعة لناحية اليمين. محمد عاطف، محمد رمي التماس، هذه رمية التماس، رمي التماس على طول البلاستيك. محمد عاطف، محمد أحمد ريان يستلم أحمد ولكن مقطوعة مرة ثانية، يضغط أحمد ريان مرة ثانية، ضغط ومحاولات وانطلاق على طول من ناحية اليمين للبلاستيك، ولكن ضربة مرمى لصالح النادي الأهلي، ضربة المرمى على طول لصالح النادي الأهلي وتقدم النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. رمضان مصطفى يميل على طول على ناحية اليمين، إسلام، إسلام محارب يدور لحد فاضي، إسلام يلعبها بينية بدون عنوان وبترجع مرة تانية على طول للبلاستيك لمصطفى علي في نص الملعب على طول للبلاستيك ناحية الشمال. محمد عيد يستلم مرة تانية، ضغط ومحاولات ولكن ترجع مرة تانية للبلاستيك، محاولات البلاستيك في وسط الملعب وبروح رياضية بيطلعها أحد لاعبي البلاستيك واقع في أرضية الملعب، نتمنى له الشفاء إن شاء الله. أحمد غريب رقم 6 هو اللي كان واقع، أحمد ورمي التماس لسه واقع في أرضية الملعب، بيطمن عليه حكم اللقاء طارق إيمي مجدي. عادي بنشوف العادة التدخل القوي على أحمد ريان ولكن بيطمن عليه حكم اللقاء طارق مجدي. حصيلة الدوري حتى الآن 353 هدف في 143 مباراة، وهناك مباراة مؤجلة 46 مباراة للتعادل و97 مباراة للفوز و72 ركلة جزاء منهم 50 ثم تم إحرازهم. والمقصة ونشوف الهجمة الأول، وادي التسديدة فوق العارضة، عادي البلاستيك بيحاول يصل للمرمى رقم 3 اللي نزل الحسيني طه وخد الجنب الشمال وتسديدة صاروخية فوق العارضة وضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. عادي بنشوفها في العادة مرة ثانية، وأعلى من العارضة وضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. هيلعب على طول رمضان مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي، أحمد ريان ولكن مقطوعة من السيد ماجد، ترجع مرة ثانية على طول البلاستيك في نص الملعب، إسلام ولكن مقطوعة من إسلام، محاولات لمصطفى صبحي، ترجع على طول لمحمد المغربي رقم 41 مرة ثانية. محمد عبد المنعم أمامية طويلة لصلاح يحيى، صلاح يدور لحد فاضي، صلاح يلعب لمين، صلاح بيحاول يعدي يعتمد على نفسه، صلاح يستلم مرة ثانية، هذه المحاولات ولكن مقطوعة وبترجع مرة ثانية للأهلي. هذه الانطلاقة الأمامية على طول لباقة ولكن مقطوعة، هذه باقة ومقطوعة وبتصل لحارس المرمى عبد الفتاح حسن، عبد الفتاح مرة ثانية محاولات في نص الملعب على طول لصالح جمعة، صالح يدور لحد فاضي يلعب على طول لصلاح، لصالح جمعة مرة ثانية، لصلاح مرة ثانية طلع له من ناحية اليمين، وادي الهجمة على طول من ناحية اليمين والعرضية جوه الجول على طول أحمد ريان، وادي المتابعة الهجومية على طول أحمد ريان ليحرز الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للنادي الأهلي أحمد ريان. عادي بنشوفها في العادة مرة ثانية، وادي محاولات الوصول للمرمى، وادي العرضية الجميلة، وادي الخطأ الدفاعي والمتابعة الجميلة على طول من أحمد ريان ليحرز الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للنادي الأهلي. ثلاث أهداف مقابل لا شيء
وأحمد رأس الريان يحرز هدفين وثلاث أهداف وثلاثية في مرمى البلاستيك. أحمد ياسر ريان ضغط ومحاولات، توصل مرة ثانية على طول في وسط الملعب، وهذه الأمامية الطويلة على طول للبلاستيك، محاولة الوصول للكرة، محمود السيسي بيحاول يعدي ولكن ترجع مرة ثانية. أحمد غريب، هذا الاستلام للبلاستيك، وهذه التسديد على المرمى ولكن سهلة في ايدين رمضان مصطفى، سهلة في ايدين رمضان مصطفى، وتقدم الأهلي بثلاث أهداف، ثلاث أهداف حتى الآن، أحرزهما ميدو جابر في الدقيقة السابعة وأحمد ريان في الدقيقة 13 من الشوط الثاني، وأيضا هدف ثالث للنادي الأهلي، وهذا الاستلام لصالح جمعة. صالح يحاول يعدي، صالح، صالح جمعة وسط مجموعة من الناشئين من لاعبي النادي الأهلي والخبرة لصالح جمعة، وبيحصل على فاول لصالح النادي الأهلي من ناحية اليمين. فاول رايح لها إسلام محارب. إسلام، هل صالح ولا إسلام هو اللي هيلعبها؟ وادي حارس المرمى عبد الفتاح حسن، حارس مرمى البلاستيك اللي كان عليه عبء كبير النهارده في الشوط الاولاني، وانقذ اكثر من اربع او خمس اهداف للاعبي ونجوم النادي الاهلي في الشوط الاول وخاصه المؤمن زكريا. الفاول لصالح والاسلام محارب، وحكم اللقاء طارق مجدي. هيلعبها صالح ولا اسلام؟ وادي اسلام ويلعبها برجله الشمال حلوه، ولكن سهله في ايدين عبد الفتاح حسن. عبد الفتاح هيلعب لمين؟ يضغط عليه احمد ريان، وفاول على احمد ياسر ريان لتعطيل عبد الفتاح حسن. عبد الفتاح على مميه طويله، يقطع على طول دفاع النادي الاهلي، مصطفى صبحي في نص الملعب، مصطفى يسلم على طول لباقة، عدى باقة من ناحية الشمال بسرعته باقة، ولكن بتطلع منه ورمي التماس، سريع في انطلاقاته باقة، يتميز بالسرعة، يتميز بالانطلاقة، ولكن لسه الخبرة هي خبرة بقى اللي هي انه يلعب مزيد من المباريات، ولعب مع النادي الاهلي في الدوري وهو خامة جيدة، ولكن حتى الآن عاد الانطلاق على طول البلاستيك من ناحية اليمين. محاولات البلاستيك من ناحية اليمين، توصل مرة ثانية، ضغط ومحاولات واستخلاص جميل، يحاول يعدي ولسه واقع أحد لاعبي البلاستيك، وفاول لصالح البلاستيك من ناحية اليمين. إدى إتاحة الفرصة حكم اللقاء طارق، عاد التدخل الأولاني، وادي الفاول على مصطفى صبحي، والفاول للبلاستيك من ناحية اليمين. أحمد غريب رقم 6 ورقم 23 من البلاستيك، مين اللي هينفذ الضربة الحرة مباشرة؟ يلعبها عرضية ولكن بيطلعها على طول، برافو صبري رحيل في توقيت مناسب جدا، وبترجع مرة ثانية على طول البلاستيك من ناحية الشمال. هذه محاولات على طول من ناحية الشمال، ضغط ومحاولات واستحواذ، ولكن لسه في أرضية الملعب ورمي التماس. هذه الجهاز الفني للنادي الأهلي، كابتن حسام البدري، كابتن سيد، وادي التسديدة وضربة أو ضربة مرمى، ضربة مرمى من حكم اللقاء طارق مجدي، والجهاز الفني بيطالب حكم اللقاء بضربة ركنية، ولكن ضربة مرمى هو الأقرب للعبة. يسلم على طول مرة ثانية لمصطفى صبحي، أحد ناشئي النادي الأهلي، لصالح جمعة، يلعب الأمامية الطويلة، صالح لباقة بالمقاس وبيعديها لإسلام، ولكن صاحي دفاع البلاستيك محمد عاطف. رمي التماس هي تجربة للنادي الأهلي، للجهاز الفني طبعا، إنه يقف على مستوى اللاعبين، اللاعبين اللي هم بيجهزهم طبعا لمباراة الأهلي والزمالك القادمة يوم 8، وأيضا هناك لقاء السوبر المصري المقام في الإمارات على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين في دولة الإمارات الشقيقة يوم 12. هذه الاستلام على طول مرة ثانية ومحاولات التسديد، ولكن أعلى
وضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. جرأة هجومية من البلاستيك بيقابلها جهد كبير من لاعبي وناشئي النادي الأهلي، وتقدم النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل لا شيء حتى الآن. من أيام شفنا طبعا مباراة السلام وكانت مع تاني الدوري الأسباني الأهلي وأتلتيكو مدريد وفوز أتلتيكو 3-2 وكان متقدم النادي الأهلي، وكان الشوط الثاني طبعا في تغييرات وتبديلات كتيرة، ولكن هي تجربة جميلة استفاد منها كل لاعبي النادي الأهلي. وادي الهجمة على طول البلاستيك، ادي المحاولات البلاستيك والتسديدة جوه جول، هدف جميل ركنها حلوة 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 لاعب البلاستيك على شمال حارس المرمى للنادي الأهلي رمضان مصطفى، لكن هدف جميل فكر وعملها بذكاء لاعب نادي البلاستيك اعتقد انه شريف رقم 3. ادي بنشوفها في العادة مرة تانية، وادي ركنها حلوة حلوة زي ما يكون بيركن ضربة جزاء، وهدف جميل وخروج لإسلام محارب ونزول لرقم 43 من النادي الأهلي. شوف الراجل عملها حلوة حلوة وركنها بذكاء أكنه بيركن ضربة أو ضربة جزاء. طبعا تبديلات كتيرة لفريق البلاستيك، هناك أحمد شمس ومحمد سعد ومحمود الصغير وخروج لرقم 5 سيد ماجد، وأيضا تبديلات بتبقى فرصة طبعا لكلا المديرين الفنيين للدفع بأكثر من لاعب. دفع النادي الأهلي أيضا بعربي بدر أو عرابي، عرابي بدر رقم 43 بدلا من إسلام. هذه الاستلام على طول مرة تانية في نص الملعب على طول لعرابي، هيلعب في منطقة وسط الملعب عرابي، هيلعب جنب مصطفى صبحي، استلام على طول لفريق البلاستيك على أمامية والانطلاق على طول، ولكن التغطية المثالية لناحية اليمين رقم 36 من النادي الأهلي أحمد رمضان، هو الظهير الأيمن النهاردة أو الشوط الثاني. هذه الاستلام على طول مرة ثانية ولكن مقطوعة، برافو في توقيت مناسب مقطوعة من محمد المغربي، وادي التسديدة على المرمى ولكن رمضان مصطفى حارس المرمى. ابتدى يطمع لعيب النادي البلاستيك في ناشئي ولاعبي النادي الأهلي، وابتدوا يهاجموا مرمى النادي الأهلي بعد هدف الوحيد اللي أحرزه شريف في الشوط الثاني، وتقدم النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف حتى الآن. على طول مرة ثانية المحاولات للاعيب النادي الاهلي، وادي الاتراك على طول صلاح ولكن ترجع مره ثانيه البلاستيك، يضغط صلاح يحيى مقطوعه من مصطفى علي لناحيه الشمال لرقم 6 اللي نزل من البلاستيك احمد غريب لصالح جمعه. صالح مقطوعه ترجع مره ثانيه محمد المغربي والاماميه على طول لباقة، وسرعة باقة هيلعب لمين؟ يفضل الاعتماد على نفسه باقة واسع لنفسه، يرجع مرة ثانية صالح جمعة، وادي صالح عدى بهارة صالح وفي منتهى الخطورة والتسديدة على المرمى وبتخبط في أحد اللاعبين وضربة ركنية لصالح النادي الأهلي. أخطر الكرات للنادي الأهلي والاختراق الجميل لصالح جمعة، شوفوا صالح عمل إيه، عدى بمهارة من واحد واثنين وتسديدة على المرمى ولكن بتخبط في أحد المدافعين وضربة ركنية أو ركلة ركنية للنادي الأهلي. رقم 13 تبديل بدلا من رقم 32 مصطفى علي. تبديلات كتيرة في مباراة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم، محمد عبد النبي ومحمود الصغير ومحمد سعد وأحمد شمس وأحمد غريب والحسين طه، كل دول لاعبين نزلوا في الشوط الثاني. هذه الضربة الركنية على طول والعرضية من باقة ترجع مرة ثانية على طول في وسط الملعب مقطوعة وبترجع مرة ثانية على طول للبلاستيك. مرة ثانية محاولات، هذه 30 محمد عاطف في نص الملعب لأحمد ريان لباقة مرة ثانية، ادي باقة يلم كوتو مهارة باقة ولكن يتزحلق في ارضية الملعب ترجع مرة ثانية لكوتا، ادي كوتا
يلعب على طول لشطة لكوتا مرة تانية، وادي الهجمة للبلاستيك، يلعب على طول لناحية اليمين، ولكن أحمد ريان يقراها من بدري وتغطية مثالية لأحمد ريان. برافو أحمد ياسر ريان، برؤية كده ودراية. أحمد أحرز هدفين حتى الآن أحمد ياسر ريان، ورمي التماس، هذه تلعب على طول من ناحية اليمين للبلاستيك محمد عاطف. محمد يحافظ على كرته، محمد عاطف يدور لحد فاضي ولكن مقطوعة، ورمي التماس لصالح النادي الأهلي من ناحية الشمال. أحمد أيوب أحد نجوم النادي الأهلي وكل دفاع وكل جهاز النادي الأهلي، مدافعين الكابتن حسام البدري في العصر الذهبي للنادي الأهلي ونجومه الكبار كابتن ثابت البطل رحمه الله، كابتن إكرامي، كابتن شوبير، كابتن عادل عبد المنعم، كابتن أحمد ناجي، كابتن حمدي جمعة، كابتن حازم خالد، كابتن مصطفى يونس، كابتن ماهر همام، كابتن مدحت رمضان، يعني نجوم كثيرين في خط الدفاع النادي الأهلي، وكابتن أحمد عبد الباقي وكابتن فتحي مبروك، وتسلسل النجوم ودفاع النادي الأهلي، وده في الثمانينات لأن كان معاهم حسام البدري. أدي باقة هيلعب العرضية الناحية العكسية والاستلام والمحاولات ولكن رمي التماس. أيضا في وسط الملعب كان نجوم كبير حدث ولا حرج، كابتن صفد عبد الحليم وكابتن محسن صالح، وفي تبديل قادم للنادي الأهلي. أيضا استلام على طول مرة ثانية، محاولات وانطلاقة، كابتن مختار مختار، أيضا كابتن محمد عامر، كل دول نجوم كبار للنادي الأهلي في وسط الملعب، وتعاقب الأجيال وكابتن مجدي عبد الغني، وأيضا بقى المهاجمين حدث ولا حرج، نجم الهجوم ورئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، خروج لرقم 29 صلاح يحيى ونزول لرقم 77 من النادي الأهلي فادي فريد. فادي يبقى خروج لصلاح ونزول لفادي، ايضا من النجوم الكبار في خط هجوم النادي الأهلي. هناك بقى كابتن محمود الخطيب زي ما قلت لحضراتكم، كابتن مصطفى عبده، كابتن شريف عبد المنعم، ونجوم كثيرين وتعاقب الاجيال، وكابتن زكريا ناصف، مجد درويش، كابتن كان جمال عبد الحميد ايضا من نجوم النادي الأهلي قبل ان ننتقل الى نادي الزمالك. ادي الاستلام على طول مره ثانيه، استلام وعايز يركنها ولكن معاها رمضان مصطفى. بعد كده بقى جم الاجيال اللي بعد كده اللي هم كابتن بقى عصام الحضري، وايضا كابتن سيد عبد الحفيظ، وكابتن حسام حسن، وابراهيم حسن، ونجوم تعاقبوا كابتن احمد ايوب، وبعد الكابتن سيد معوض، وكابتن اسلام الشاطر، ويعني عماد النحاس، مجموعه كبيره جدا بقى وتعاقب الاجيال. ادي الانطلاق على طول صبري رحيل، هيلعب العرضيه الناحيه العكسيه، عرضيه ولكن قصيره جدا وبيلحقها على طول محمد عاطف. اماميه طويله وفي تسلل، وبرافو مساعد الحكم الاول اشرف متولي اللي امامنا. تبديل اخر وتقدم النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف حتى الان. هناك 21 عماره نيمار هو التبديل القادم. الجهاز الفني طبعا للنادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وايضا الكابتن حسام البدري، والكابتن احمد ايوب، والكابتن سيد معوض، والكابتن طارق سليمان، كابتن انيس شعلان خطة الاحمال، السيد ماهر عبد العزيز، وايضا الكابتن سعيد احمد، ادي الكابتن حسام البدري، وايضا عمرو احمد محسب وخالد محمود وطارق عبد العزيز. وادي الهجمه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، الهجمه في طار الخطوره والعرضيه ولكن بيطلعها الدفاع، وبترجع مره ثانيه على طول لاحمد ريان. ايضا السيد عطيه وعبد الله، وباقة بيعدي وهيلعب العرضيه، باقة على حدود منطقه الجزاء ولكن بيطلع على طول الدفاع محمد عاطف رقم 30، وادي الهجمه المرتده على طول لرقم 3 عربي، يلعب على طول الناحيه العكسيه، ادي محاولات ولكن يقطع محمد عاطف. صبري رحيل، ايضا احمد محمود ضمن الجهاز، ايضا استلام على طول مره ثانيه لباقه،
يحاول يعدي باقة، يرجع للخلف على طول مرة تانية لصالح جمعة، صالح لأحمد ريان، أحمد لناحية اليمين ومحاولات الاختراق من ناحية اليمين، ولكن ترجع مرة تانية على طول البلاستيك في وسط الملعب. محمد حمدي لحسين من لمسة واحدة حلوة، محاولات الباص المباشر لشمس، ترجع مرة تانية لفريق البلاستيك من نص الملعب. كل دي محاولات الحفاظ على الكرة، ولكن بتصل لصبري رحيل الظهير الأيسر على طول للنادي الأهلي. تمركز جيد لصبري، لعمارة، لأحمد ريان، ولكن مقطوعة أمامية طويلة، ولكن فيها تسلل لصالح النادي الأهلي. عادي مساعد الحكم، وادي فيه اثنين تبديلين، رقم 44 ورقم 31 من النادي الأهلي. أحمد أشرف رقم 31، وادي رقم 30 الظهير الأيمن أيضا من البلاستيك خارج، وأحمد ريان أيضا هيخرج، 31 اللي هينزل أحمد أشرف، وأيضا رقم 44 في وسط الملعب من النادي الأهلي. صالح نصر، أحمد أشرف وصالح نصر، هذه السلام على طول لأحمد أشرف اللي هيلعب ناحية الشمال بدلا من صبري رحيل كظهير أيسر. يدي السلام على طول لباقة، هذه باقة والبينية، ولكن بيقطعها على طول حارس المرمى الأقرب، حارس المرمى على طول عبد الفتاح حسن. عبد الفتاح يلعب على طول مرة تانية ناحية الشمال، السلام على طول مرة تانية، ولكن مقطوعة. أحمد أشرف، لكن صبري رحيل لسه موجود في أرضية الملعب لأحمد أشرف اللي بيلعب في نص الملعب. أحمد، هذا أحمد، ودي التسديد على المرمى، ولكن بتخبط في أحد اللاعبين وترتد في ايدين على طول حارس المرمى عبد الفتاح حسن. استلم على طول مرة تانية للبلاستيك، أمامية طويلة ولكن مقطوعة. محمد المغربي استلم على طول في نص الملعب، أمامية طويلة لحارس المرمى رضا مصطفى. ناحية اليمين الهجمة لصالح جمعة، ادي صالح يحاول يعدي صالح ولكن مقطوعة، ترجع مرة تانية على طول البلاستيك، وادي الأمامية الطويلة وحارس المرمى الأقرب للنادي الأهلي رمضان مصطفى. رمضان في نص الملعب، أحمد أشرف، أحمد لباقة مرة تانية، لباقة ولكن مقطوعة، مرة تانية للبلاستيك على طول لإسلام محمد، ضغط ومحاولات ولكن مقطوعة، وبترجع مرة تانية على طول لأحمد أشرف للخلف كالمعتاد لمحمد المغربي لحارس المرمى رمضان مصطفى. المغربي مرة تانية الاستلام لناحية اليمين لصالح جمعة اللي ابتدى ياخد الجنب اليمين، صالح ولكن مقطوعة في السكة، نظر بقى ايه للكثافة العددية. وادي الاطلاق على طول من ناحية اليمين، ادي محاولات على طول لعمارة نيمار، ادي عمارة نيمار اللي لسه نازل يلعب بينية جميلة والاطلاق مرة تانية والهجمة فيها الخطورة، وادي محاولات ولكن فيها لمسة يد على البلاستيك، ادي لمسة يد على طول على شمس، لمسة يد على لاعب البلاستيك، ادي محاولات وادي لمسة اليد على طول. تقدم النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف حتى الان، وهناك تبديل قادم ايضا، محمد جوده رقم 17 من نادي البلاستيك. محمد ايضا في حارس المرمى محمود السيسي رقم 30، هيبقى في تبديل بينه وبين عبد الفتاح حسن رقم 29 اللي خارج. تبديلات للاستفادة للمدير الفني أو للجهاز الفني سواء للنادي الأهلي أو سواء لنادي البلاستيك. وادي 17 نزل محمد جودة، وأيضا خروج لعبد الفتاح حسن ونزول لمحمود السيسي حارس المرمى.
لفريق البلاستيك. رامي التماس، تقدم النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف حتى الان في تجربه وديه يستفيد منها النادي الاهلي لمشاهده الجهاز الفني قاعدة الناشئين للنادي الاهلي عشان يقدر يستفيد منهم في المباريات القادمة ان شاء الله. ادي باقة والانطلاقة الباقة من ناحية الشمال، ترجع مرة تانية على طول احمد اشرف لباقة، ادي باقة يحاول يعدي باقة، اتأخر كتير وانضغط عليه ورمي التماس لصالح البلاستيك، عايز مساحات واسعة باقة، عنده انطلاقة وعنده سرعة ولكن في المساحات الضيقة لازم يلعب بسرعة. ادي الاستراب على طول مرة تانية، محاولات لمحمد جودة اللي لسه نازل محمد، مرة تانية محاولات، صبري الرحيل بيضغط ورامي تماس. اقتربنا من نهاية المباراة وحكم اللقاء طارق مجدي، وصبري الرحيل يلعبها على طول ولكن مقطوعة، ضغط ومحاولات للنادي الأهلي لإضافة هدف رابع. ادي صالح جمعة، صالح يحاول يعدي صالح ولكن ثلاث لاعبين على صالح جمعه بيقطعوا كورتهم وبتوصل مره ثانيه على طول للبلاستيك. مقطوعه من عماره نيمار. محمد جوده، محمد يلعب على طول في وسط الملعب لفريق البلاستيك لمحاوله هجمه منظمه ولكن مقطوعه للاهلي. مره ثانيه محمد المغربي، محمد يلعبها بينية على طول لباقة، الجنوب افريقي المحترف في صفوف النادي الاهلي، ترجع للخلف مرة تانية احمد اشرف لصبري الرحيل، فيش الا اتنين لاعبين من النادي الاهلي الكبار، صبري الرحيل وصالح جمعة. ادي صبري الرحيل، أرضية على حدود منطقة جزاء، وأدي التصليح لباقة من صالح جمعة، وتسديدة صاروخية أرضية على طول على يمين حارس المرمى اللي لسه نازل محمود السيسي. ترجع مرة تانية على طول البلاستيك من ناحية اليمين. حسين شطة لمحمد جودة لعمارة نيمار. عمارة يلعبها على طول مرة تانية للبلاستيك والضغط والمحاولات. محمد جوده مره ثانيه، محمد يدور لحد فاضي يلعب على طول ناحيه الشمال، هجمه للبلاستيك وفاول للبلاستيك على النادي الاهلي. ادي بنشوفها في العاده مره ثانيه، وادي الفاول على رقم 44 من النادي الاهلي صالح نصر. ادي التسديده من باقه على يمين حارس المرمى على طول محمود السيسي اللي نزل بدلا من عبد الفتاح حسن. فاول للبلاستيك والاماميه الطويله ولكن لسه فيها دفعه، في دفعه وفي فاول لصالح النادي الاهلي. تجربه استفاد منها النادي الاهلي وتجربه استفاد منها ايضا نادي البلاستيك. البلاستيك في السبعينات والثمانينات كانوا من الفرق اللي كان كلها نجوم، واخيرا اخيرا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان مع حكم اللقاء طارق مجدي منهيا احداث الشوط الثاني والمباراه وتقدم النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف للبلاستيك احرزهما ميدو جابر واحمد ياسر ريان هدفين وهدف وحيد لشريف للبلاستيك. بنقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لاك البلاستيك. مشاهدينا الكرام نرجو ان نكون قد امتعناكم، والى لقاءات قادمه لكم مني اطيب الامنيات، وكان معكم محدثكم عادل محمود، شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.